انعقدت اليوم بمقر وزارة الصحة ندوة صحفية خصصت لتقديم تطور الوضع الوبائي لجائحة كورونا في تونس بعد أسبوع من الحجر الصحي الموجه، إلى جانب تقديم آخر المعطيات حول صندوق التوقي ومجابهة الجوائح الصحية. فما تقلص في عدد الحالات اللي تم تسجيلها حاليا، احنا قاعدين نتابعه وكثفنا في عملية المراقبة الوبائية للتفطن لجميع الحالات في الإبان والقيام بتقصي المخالطين للحالات هذه حتى يتم التثبت من إذا كان هم حاملين ولا لا للفيروس ويتم عزلهم عن بقية المواطنين. وزارة الصحة مواصلة في عملية التقصي الموجه خاصة في الفترة هذه اللي هي متاع الحجر اللي هو الموجه، كيف ماذا بينا نعزو من عملية المراقبة الصحية متاعنا. تونس خلطت إنها قدرت باش تحد من انتشار المرض هذايا بالإجراءات اللي تم وضعها من أول ما بدينا التقصي نتاع الوباء هذايا، من أول ما بدأ ينتشر في الصين إلى حد اليوم. كما تعرفوا احنا التحاليل هذه نقوم بها للأشخاص اللي هما يشتبه إصابتهم بالفيروس وإلا المخالطين لهم. بما أنه عدد الإصابات نقص فأكيد أنه عدد المخالطين نقص كذلك. لي لابوغاتوار نتاعنا حاليا عندهم القدرة باش يقوموا بالتحاليل اللازمة، فمتابعة الوضع الوبائي والاستجابة للحالة الوبائية قاعدين نقوموا به حسب المعطيات العلمية. حاليا قاعدين نواصلوا في العملية هذه الميدانية، إن شاء الله يكملوا يجينا النتائج الكل خاطر قمنا بها في منطقة تونس الكبرى وفي منطقة قبلي. قمنا بتحليل النتائج الأولية، احنا حوالي فما 1500 توا صار انجازهم في منطقة تونس الكبرى و500 في منطقة قبلي، وان شاء الله وقت اللي يجيونا المعطيات الكل نقوموا بعملية التحليل للمعطيات هذه ونقوموا بمدكم بالنتائج الأولية للعملية هذه. لكن هذايا اللي خلطنا له بإجراءات تحطت وإجراءات تم تطبيقها وتم متابعتها الفترة هذه الكل، يلزمنا نكملوا على نفس النسق وكيما كنا متفاعلين وكيما جاوبنا مع نداءات وزارة الصحة في المرحلة اللي تعديت نكملوا توا نطبقوا الإجراءات هذه، وإن شاء الله يا ربي نمشي بروغريسيفمون لتخفيف إجراءات الحجر الصحي العام للحجر الصحي الموجه. أما ماذا بينا كان كل فترة نطبقوا الإجراءات متاعها باش احنا نقيموها ونقيموا مدام نجاعة الإجراءات هذه ونتعداو للفترة اللي بعدها ونكونوا عارفين رواحنا على شنو.